عايزين نحكي لحضراتكم قصة سريعة في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية والخطورة. دكتور مصري، طبيب مصري في بيعمل في إحدى مستشفيات وزارة الصحة في الإسكندرية. الدكتور كان قاعد في المستشفى وقت شغله، وقت نبطشيته، دخلت عليه واحدة ست عندها حاجة و40 سنة تقريبا، والست شكلها كده إليجنت وشكلها يعني لابسة كويس، بتتكلم كويس، وفي إيديها واحدة بنت واضح من لبسها إنها من أطفال الشوارع، هي عشرينات، في العشرينات من عمرها يعني، بنت مش صغيرة، مش طفلة، لكن واضح إنها من اللي بيباتوا ويناموا في الشارع، متبهدلة خالص وسحاجات وكدمات وخبطات وحاجات كده كتير، يعني أمراض جلدية ظاهرة وحاجات كتير قوي. الست اللي هي اللي معاها الكبيرة في السن دي قالت للدكتور: يا دكتور من فضلك، أنا البنت دي بشوفها في الشارع كتير قوي وصعبت عليا، وأنا عايزة أتكفلها، بس جايباها تكشف عليها لأنه واضح إن هي مريضة وفيها مشاكل كتير قوي، فنعمل لها التحاليل وكده. الدكتور كشف عليها كشف مبدئي، لقى إنه هو شك إنها حامل، فقال لها: أنت متجوزة؟ قالت له: لأ. بعد جاب دكتور النساء عمل لها سونار، لقى إنها فعلا حامل في الشهر الرابع. فالدكتور قال لها: انت مش متجوزة وانت حامل؟ قالت له: انا ان هي بيتم الاعتداء عليها، هي فعلا من بنات واطفال الشارع، بيتم الاعتداء عليها، اعتدى عليها جنسيا طبعا، وانها يعني اتبهدلت، وانه اعداد كبيرة جدا من الشباب اعتدوا عليها، وكان كل ما يجي واحد بلطجي يعتدي عليه، او كانت الاول بتقاوم، هو قال لها: ايه الخبطات والضرب اللي في جسمك ده كله؟ قالت له: لما كنت الاول بقاوم كنت بتضرب زيادة، فبطلت اقاوم، وبقى بيروح شاب يعتدي عليها جنسيا، وبعدها يرجع لها تاني مع أصحابه، قصة كبيرة جدا يعني. الدكتور طبعا قال: لأ، لازم بقى تحاليل شاملة. عمل لها تحاليل فيروسات كبدية وحاجات للجلدية والمشاكل الكتيرة اللي عندها دي، وخلص، وقال لها تمشي مع الست. طلعت نتيجة التحليل البنت عندها الإيدز. الفكرة في حاجة هنا، الدكتور ده لأنه عنده ضمير جدا الحقيقة، واحنا بنحييه، هو الدكتور حاتم البنا، الدكتور حاتم البنا، وهو طبيب بإحدى مستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية. الدكتور عنده ضمير جدا، فلما طلع نتيجة التحليل لا يعني قال لك: أنا مش هسكت. فطب عايز يعمل حاجة، هو دلوقتي استرجع كلام البنت، البنت بتقول له: أنا في عشرات، بل كمان قالت له كلمة مئات، إن على مدار فترة طويلة في مئات من الشباب اعتدوا عليها جنسيا، يعني معنى كده الايدز ممكن يبقى انتشر لكام شاب. فراح القسم قال: هحاول اعمل محضر او حاجه، ينزلوا يشوفوا، لان هو معاه تفاصيل البنت طبعا، معاه تفاصيل البنت، وقعد استدرجها في الكلام، وعرف ان يعني عرف اسامي الشوارع والحارات، الحواري اللي كانت بيتم الاعتداء عليها فيها وكده. فقال من هنا الفكره بقى انه الشباب اللي اعتدوا عليها دول اغلبهم بحسب كلام البنت سواقين توك توك وسواقين ميكروباص، وإن في منهم متجوزين، دي مصيبة الأكبر كمان. لما راح القسم عشان يعمل محضر، الضباط في القسم قالوا له: لا ده مش تبعنا. قال لهم: طب نعمل إيه؟ ما هو أنا مش عايز، ده وباء يا جماعة، دي مصيبة، ده ممكن ينتشر. قالوا له: لا، إحنا ما فيش في سلطتنا حاجة نعملها، حاجة الوحيدة اللي ممكن نعملها نعمل لها محضر آداب، وده لازم تلبس. قال لهم: آداب إيه يا جماعة؟ دي واحدة مجني عليها، دي ضحية، دي مرمية في الشارع بيتم اغتصابها تقريبا يوميا، ومش عارفة تدافع عن نفسها لغايه ما جالها الايدز، نقوم ناخدها ادب؟ فقالوا له: هو القانون كده، ما عندناش حاجه تانية تقدر تخلينا نستند عليها، لا توجد اليات عندنا تخلينا ننزل، ولا قانون ننزل نشوف الشباب دول ونلمهم، ما فيش حاجه اسمها كده. مشي، وبيقول انه اتصل بمسؤول في وزاره الصحه، وانه المسؤول الاولاني ده هو اتصل باثنين مسؤولين حسب كلام الدكتور حاتم البنا، انه اتصل بمسؤول في وزاره الصحه، فمهتمش قوي بتفاصيل الموضوع، وقال له: احنا ما فيش حاجه نقدر نعملها. واتصل ولكن في النهايه استجاب لضغط الدكتور حاتم، وقال له: انا مش هسكت وما ينفعش نسكت، وده خطر ومصيبه كبيره. فقام المسؤول اللي هو ما قالش اسمه هو مين، قال له: طيب هخلي حد يكلمك، في مسؤول تاني في وزاره الصحه كلمه. قال له بقى كده كلام اللي هو ايه: اصل انت مش انت دكتور؟ قال له: اه انا دكتور. قال له: طب انت دكتور، عارف بقى ان الايدز ده مش هو اللي بيجي للانسان، ده الانسان اللي بيروح له عن طريق حقن المخدرات والعلاقات الجنسيه المتعدده. فالدكتور قال له: يا فندم ايوه، بس يعني دلوقتي البنت بتقول انها في علاقات حصلت بينها وبين مئات الشباب،
وفي منهم متجوزين. طب لما كل واحد في دول سواقين التوك توك والميكروباصات لما يرجع يعني يكون في علاقة مع مراته هينقل لمراته المرض، ما هو طب ايه؟ وبعدين دي كلها مناطق شعبية وأحياء شعبية في اسكندرية وحواري وكده، فدي مصيبة لأنه بيروحوا حلاقين مش ضامنين بقى أنه بيغير الموس ضمير برضو، ما أنتوا عارفين بيروح لدكتور سنان ممكن يبقاش دكتور سنان يعني فاهم قوي يعني إيه تعقيم، فدي كارثة تانية. فلأ، فالمهم أنه قال له طب سيب البيانات سيب اسمك وكده وإحنا هنشوف. الدكتور الحقيقة كتب على صفحته وقال ان هو عايز بس يبقى في تحرك سريع في الموضوع، وكمان كان تواصل مع رئيسة الجمعية المصرية للإنسان ضد الإيدز. انا عايز بس اقول حاجة، اسم الجمعية ايه يا شباب؟ الجمعية المصرية، هقول لكم اسم الجمعية حالا، مش عارفة اسم الجمعية ايه. المهم هو هتلاقيه كاتب اسم هنا كاتب هنا. طب اسم الجمعية ايه يا شباب؟ بس الجمعية المصرية لمكافحة الايدز. اتكلم الست، تكلم الجمعية نفسها وقالت له انه مفيش في ايدينا حاجة نعملها، احنا دورنا اننا نوعي الناس بس، لكن ما نقدرش نجبر حد انه يعمل تحليل او ياخد علاج. ورجع كتب انه الشهادة لله انه مديرة الجمعية او رئيسة الجمعية اسمها الاستاذة سوسن، انها ست محترمة ومتعاونة، بس هي بتقول له على الآليات اللي تشتغل بيها، بتقول له ما عنديش حاجة تخليني انزل اجبر الشباب او المهم او اقعد اجمعهم واجبرهم يروحوا يتحجزوا في الحميات مثلا، ما عنديش حاجه تجبرني اعمل ده. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ احنا طبعا في صباح دريم فكرنا، هي تواصلنا مع الدكتور خالد مجاهد متحدث وزاره الصحه امبارح بالليل وشرحت له الموضوع، قلت له يا دكتور الموضوع دلوقتي مش مساله نطلع في البرنامج نتكلم فيه، الموضوع خطير ودي قد تشكل مصيبه. وهو الحقيقه اتفق معايا تماما انه ما ينفعش نسكت ولا ناجل الموضوع حتى يوم واحد. طب هنعمل ايه يا دكتور؟ اتفقنا انه هو مشكورا اقترح انه هيتصل بالدكتور وليد كمال وهو مدير البرنامج الوطني للايدز التابع لوزاره الصحه. وفعلا كلمه مفيش دقايق ولقيت الدكتور وليد كمال بيكلمني وتناقشنا كتير، وحابه بس اقول لحضراتكم الموضوع هيحصل فيه ايه باذن الله من اللحظه دي. دكتور وليد كمال معانا على التليفون، صباح الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا دردشنا امبارح يا دكتور وحضرتك معاك الموضوع، احنا دلوقتي ممكن نعمل ايه؟ لانه فكره انه قد يكون هناك المئات من المصابين او من المحتمل اصابتهم بالايدز نتيجه قيامهم بعمل علاقه جنسيه مع هذه الفتاه المصابه بالمرض، قد يكون احتمال وجودهم في الشوارع كتير. وهم سواقين توك توك وميكروباصات وكده بحسب كلام البنت ان دول اللي كانوا بيعتدوا عليها وبيعملوا معاها كده. تمام. ممكن نتحرك ازاي يا دكتور؟ والله هو التحرك في الموقف اللي زي كده بيكون على محورين مهمين. الخط بيقطع يا دكتور، انا بعتذر. لا معلش، الخط عند حضرتك بيقطع. دكتور وليد. طيب معلش يا شباب نقفل ونحاول نتصل بيه مره تانية لو سمحتوا. مهم جدا ان احنا نعرف هنعمل ايه. انا كمان لغايه ما نعيد الاتصال بدكتور وليد بس عايز اقول حاجه، احنا لينا جمهور كبير من المشاهدين الحمد لله في اسكندريه، اجدع ناس واجمل ناس، عروس البحر الابيض المتوسط. رجاء اي حد ممكن يبقى بيسمعنا، اي حد من الشباب اللي هو عارف نفسه، عارف انه اقام علاقه غير مشروعه مع فتاة ما من الشارع في اسكندرية، لو سمحت روح اكشف وحلل. انت اكيد انت ادرى واحد بنفسك، اللي بيروح يكشف وبيلاقي ان عنده ايدز بيتم التعامل معاه بسرية تامة، بتاخد العلاج باذن الله، يعني ان شاء الله يكون في يعني ثبات على الحالة مثلا او التدهور ما يبقاش سريع ايا كان. لكن لو انت متجوز حرام عليك، حرام عليك انك تكون عملت حاجه حرام كده وممكن تكون اخدت المرض ده وترجع تدي الحاجه دي لمراتك ملهاش ذنب. لو انت عملت ده وجالك المرض حرام عليك انك تروح للحلاق تحلق وانت عارف ان ممكن الحلاق ما بقاش بيغير الموس او بيعمل كده ان هو يعني بيرش عليه نقطتين كحول ولا حاجه وده مش كفايه انه يقتل الفيروس مثلا، فيجي لشباب تانيه ويجي الناس تانيه. لو انت عملت كده حرام عليك انك تروح لدكتور سنان ولا حاجه. ارجوك لو انت بتسمعنا، لو انت شاكك، لو انتوا اصحاب وعارفين بعض، لو انتوا بتتفرجوا علينا على الهوا دلوقتي، لو بتتفرجوا بعدين على الحلقه دي على يوتيوب، رجاء لو انت عارف انك عملت كده
اتجه لو سمحت وقوم بعملية الكشف عشان يعني ربنا بإذن الله يستر ويسلم وميبقاش في انتشار أكبر للمرض. دكتور وليد كمان مرة تانية أهلا بحضرتك يا دكتور، إيه المحورين يا دكتور اللي هنشتغل فيهم؟ المحور الاول احنا الست او الفتاه نفسها اللي عرضت الاصابه مهم قوي ان احنا هنتواصل مع الدكتور اللي كلم حضرتك وهنعمل لها تحاليل تاكيديه اللي هي مفترض انها بتتم بصوره روتينيه، يعني طالما بيطلع التحليل المبدئي ايجابي بيتم على طول ارسال عينات للمعامل المركزيه لتاكيد التحليل. تمام. هنا بيهمنا موضوعها بيهمنا التأكيد بتاعها عشان نبدأ في علاج متوفر في وزارة الصحة والعلاج ده مجاني وبيتم صرفه لكل المصابين، نبدأ نوفر لها العلاج الخاص بيها واللي بيعتبر في نفس الوقت حماية للطفل اللي هي حامل فيها. تمام. وفي نفس الوقت في حزمة وقائية للطفل نفسه المولود بنوفرها لها من قبل الولادة سواء كانت ولادة قيصرية أو هل في احتمال. أيوة. يا دكتور طبيا وحسب ما وصلت له في ما وصلنا له في العلم، هل في احتمال انه الجنين يولد من غير ما يكون اصيب بالعدوى من والدته؟ الاحتماليه موجوده والاحتماليه ديت بتوصل لاكثر من 99% ان الطفل يطلع سليم، بس نبدا العلاج بتاع الام مبكرا قدر الامكان عشان كده هنتواصل معاها مباشره، والطفل نفسه اول ما في علاج دواء بياخده لمده 45 يوم دواء شراب ملعقه يوميا لمده 45 يوم، نسبه نجاح هذا العلاج في وقايه الاطفال اللي امهات مصابات بيوصل لاكثر من 99%. طيب احنا دلوقتي يا دكتور بالنسبه لباقي الشباب بقى اللي هناك، احنا ممكن نعمل ايه؟ نساعد بعض ازاي عشان نوصل للشباب دي؟ يعني او لاغلبيتهم بدل ما هم يعني هي البنت في كلامها مع الدكتور حاتم بيقول انت عملتي كده كتير، قالت له مئات. يعني ممكن تكون بتبالغ، ممكن يكون عشرات، انا ما اعرفش، بس حتى لو 10 او 20 او 50 واحد دي كارثه يمثلوا خطر. بالظبط. ممكن بالزبط. نعمل ايه يعني هاو تو ريتش ذم عشان نقنعهم يروحوا يعملوا تحليل او 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 نعمل لهم توعيه ازاي عندهم في اسكندريه؟ طيب في الاول بس انا عايز اقول المشكله عندنا هي مشكله نقص التوعيه، مفيش وعي عند الناس ومش عارفين ايه الطرق الصحيحه لحمايه نفسهم مش من الايدز بس، الايدز وامراض ثانيه زي الفيروسات الكبديه، الفيروس الكبدي التهاب الكبدي بي بيتنقل بنفس طرق الايدز بالظبط. يبقى احنا عايزين نوصل لهم بايه هي طرق العدوى، الممارسات الجنسيه او الحقن الملوثه اللي بياخدوا بيها احيانا بعض الناس المخدرات. تمام. الشخص اللي عمل ممارسه جنسيه مع حد مصاب عنده احتمال يكون اتعدى خلاص. تمام. تمام. لو عنده زوجه عنده مشارك ليه تاني جنسي مفترض ان هو ما يمارسش معاه نهائيا نهائيا لغايه ما يعمل التحليل ويشوف الوضع ايه. طيب. لانه كده بيعرضه لاحتمال اصابه موجود. طيب. طب احنا هنعمل ايه في الفتره القادمه؟ احنا هنحاول نعرف المكان اللي متواجد فيه. يعني طبعا في الغالب هتكون منطقه واسعه شويه. من الصعب ان هي الست تفتكر اسماء او يعني كونتاكت للناس اللي مارسوا معاها. يبقى احنا هنستهدف توعيه شامله في المنطقه. تمام. ويمكن الحظ كويس ان في اسكندريه عندنا عربيه متنقله، وحده متنقله للفحص، بتعمل التوعيه، بتقدم معلومات، وبتعمل في نفس الوقت الفحص بالايدز والفيروسات الكبديه مع بعض. الله ينورهم مع بعض، لان في الغالب دي امراض مشتركه في طرق التعرض. الله يخليك. في نفس الوقت عشان الناس ما تخافش وتقدر تيجي. طيب يعني احنا دلوقتي باذن الله هنتواصل مع الدكتور حاتم، هنقعد مع البنت نسمع منها، نحاول نحدد منها المناطق الشوارع، نحاول نضيق الدايره على قد ما نقدر، ننزل بعربياتنا كده زي قوافل، نحاول نعمل توعيه ونتكلم مع الشباب هناك ونقول لهم اللي عارف ان هو عمل كده مع فتاه ما من غير طبعا تشهير بيها والعياذ بالله، اللي عارف ان هو عمل كده يروح لانه يعني احتمال يكون في مشكله او مرض عنده. بالظبط. وانا عايز اكد زي ما حضرتك كنت بتقولي امبارح ان الموضوع في سريه تامه، ما يخافوش من اي حاجه، ما بتبلغش اي حد، الموضوع كله في سريه، في علاج متوافر، العلاج هيحافظ على صحته، هيخليه شخص منتج، يرعى اسرته، ما فيش اي مشكله، هيحمي زوجته او هيحمي مراته، هيحمي الاطفال اللي موجود معاه في البيت، كل دي حاجات ايجابيه، عايزين نقول لهم ما تخافوش، بالعكس انت كل ما تكشف بدري عن نفسك وتكتشف الاصابه كل ما يكون عندك فرصه اكبر في الحفاظ على حياتك وحياه الناس اللي حواليك. القصه مش قصه ممارسه وعدت، ويعني دايما بنركن الى باذن الله ربنا هتيجي سليمه وربنا مش هيحصل حاجه جت عليا انا اللي هتعدي، لا هي فعلا في الاخر بيبقى في واحد بتيجي عليه قد يكون هذا الشخص انت. عايزين نقول اللي بيسمعونا اذا كنت مارست
رجاء ما تعملش اي حاجه او ممارسات اخرى لغايه اما تحلل وتطمن وتعرف المعلومات السليمه. رجاء 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 بكل الامكانيات الموجوده، رجاء من كل دكتور سنان، رجاء من كل حلاق، ارجوكم التغيير، تغيير الامواس والتعقيم التام. ما تقولش يعني خلاص بقى ما جاتش على ده، ويعني لا لا ممكن تيجي على ده وتيجي على ده جدا، رجاء ارجوكم. دكتور وليد انا بشكرك جدا الحقيقه، وبشكرك انك امبارح تواصلنا مع بعض، وبشكرك انك يعني حطيت بلان في عقلك كده هتعمل ايه. احنا باذن الله حالا دلوقتي هنوصل حضرتك بدكتور حاتم، وحاسه اسمحك ان احنا في صباح دريم نتابع معاك نزول العربيه دي للشوارع هناك في اسكندريه. يعني احنا مصدقين حضرتك 100%، بس احنا عايزين نطمئن لان احنا حقيقه قلقانين جدا من امبارح، وقلقنا من قلق الطبيب كمان اللي حكى الموضوع. بشكرك جزيل الشكر دكتور وليد كمال، رئيس ومدير البرنامج الوطني للايدز التابع لوزاره الصحه، وحقيقه كل الشكر للدكتور نفسه الدكتور حاتم البنا، الطبيب اللي في مستشفى الصحة، احدى مستشفيات الصحة في اسكندرية، اللي لما جاله الحالة دي يعني لا سكت ولا طنش ولا قالك يا عم وانا مالي ولا عمل الكلام ده. يعني ربنا يبارك لك في صحتك، وبجد بنحييك والله، حقيقي بجد بنحييك.